عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ كله كويس؟ جاهزين نبدأ؟ يلا بينا. النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم على شابتر نمبر 5، هنتكلم على البي ار مانجمنت، كيفية إدارة العلاقات العامة. هنتكلم مع بعض على البي ار بلان، ازاي احط خطة للعلاقات العامة. هنتكلم مع بعض ازاي انفذ الخطة. هنتكلم مع بعض ازاي احط محددات او كي بي ايز، كي بيرفورمانس انديكيتورز للخطه. هنتكلم مع بعض ازاي من خلال البي ار اعمل ايفالويشن للخطه بتاعتي. احنا زي ما اتفقنا البي ار هو وسيله من خلالها بوصل للجمهور عن طريق اكتر من نشاط. ممكن اعمل منشطات صحفيه واعمل بيانات اعلاميه وبعمل جزء رايتنج في الصحف والمجلات. ممكن استخدم المؤتمرات واللي هي كونفرنسز، حاجه زي الفيديو كونفرنسز او الكونفرنس الحقيقيه عشان اوصل معلومه للجمهور. على سبيل المثال لو احنا ملاحظين سعاده رئيس الاكاديميه دايما بيوصل لنا بيان اعلامي سواء صوتي او كتابي من خلال المنصه بتاعه الاكاديميه البحريه. فده مثال محلول للبابليك ريليشنز اكتيفيتيز او انشطه العلاقات العامه. فسعاده رئيس الاكاديميه عايز يبقى على تواصل دائم مع العمداء ورؤساء الاقسام والمدراء في الكليات المختلفه. كمان عايز يبقى على تواصل تام مع الطلبه، مع المعيدين، مع الدكاتره. فاسهل طريقه نبتدي نشتغل من خلال الفيديو كونفرنس. فكان في اكتر من لقاء كان بيتم الاسابيع الماضيه من خلال الزوم ميتنج مع رؤساء الاقسام ومع العمداء في الكليات، سواء في فرع شيراتون او فرع سمارت فيليج او الدقي او اسكندريه او غيره. بجانب احنا امبارح على سبيل المثال كان في لقاء مع سعاده رئيس او اكاديميه فرع القريه الذكيه، وكان عندنا لقاء مع كافه رؤساء الاقسام وكافه المعيدين والدكاترة امبارح. فده مثال حي للبابليك ريليشنز اللي احنا عايزين نعمل علاقات قوية مع الجمهور. طب مين هم الجمهور بتوع الأكاديمية؟ بداية بالدكاترة، رؤساء الأقسام، العمداء، السادة أعضاء هيئة التدريس. ثانيا مع الطلبة بكافة أنواعهم، سواء بقى طلبة دراسات عليا أو طلبة يعني كليات مختلفة داخل الجامعة، أو حتى العاملين في الأقسام المختلفة. بتكلم على الحسابات، بتكلم على الاتش ار، بتكلم على الزملاء المختصين القائمين على الويب سايت على سبيل المثال and so on. فعشان نبقى على تواصل دايم محتاجين نوصل لهم دايما رسائل للطلبة وللدكاترة ولرؤساء الأقسام. فهو ده شغل البي آر. البي آر لازم يظهر وقت الأزمات، البي آر لازم يظهر وقت الكوارث، البي آر لازم يبقى على يعني تواصل جيد مع الجمهور بكافة أنواعه، سواء الجمهور الداخلي داخل المؤسسة أو الجمهور الخارجي خارج المؤسسة. فاللي احنا بنعمله في الأكاديمية البحرية ده مثال قوي جدا على العلاقات العامة. طيب العلاقات العامة ليها بروسس، العلاقات العامة ليها خطوات، ليها بلانز. هو ده اللي احنا هنتكلم عنه في شابتر نمبر 5. فشابتر نمبر 5 بيتكلم على البي آر مانجمنت أو إدارة العلاقات العامة. فسريعا الشابتر هيبتدي يتكلم معانا على الاوبجكتيفز، بيتكلم بقى ازاي ادير العلاقات العامه وازاي البي ار لازم يكون على تواصل جيد مع السي او مع الديسيجن ميكرز. بيتكلم على الاليمنتس اللي محتاج تتحط في البي ار بلان. محتاج نتكلم على الاوبجكتيفز بتاعه البي ار، الكامبينز بتاعه البي ار، البادجت بتاعه البي ار. بيتكلم ازاي اوصل المسج بتاعتي سواء الانترنال او الاكسترنال بابليكس. طب انا ممكن يكون في عندي اداره داخل المؤسسه يكون عندها على سبيل المثال الفانكشنز بتاعه البي ار، او ممكن استعين بايجنسي خارج المؤسسه هي اللي تقوم بالبابليك ريليشنز. طب ايهما افضل؟ ان يكون عندي انترنال بابليك ريليشن ديبارتمنت داخل المؤسسه، ولا يكون لي عندي اكسترنال بابليك ريليشنز ايجنسي اللي انا بتعامل معاها خارج المؤسسه؟ فممكن تلاقي في ايجنسي مسؤول عن تنظيم المؤتمرات، ممكن تلاقي في ايجنسي مسؤوله عن عقد اللقاءات وهي اللي بتعمل اداره لصفحات الفيسبوك وهي اللي بتعمل اداره للبيانات الاعلاميه. طب ايهما افضل؟
الشابتر هيتكلم على النقاط. طبعا كل حاجه ليها مميزات وليها عيوب، فما فيش حاجه اسمها ان الانترنال افضل من الاكسترنال او الاكسترنال افضل من الانترنال على المطلق. اكيد في بعض الاحيان الانترنال بيكون افضل، وفي بعض الاحيان الاكسترنال بيكون افضل، زي ما هنفهم مع بعض سريعا. طبعا الشابتر في البدايه زي كل الشابترز بيدي شويه كيس ستادي وبيحاول يعمل لها اناليسز من وجهه نظر المانجمنت، وبعد كده يبتدي بقى يتكلم سريعا على قوه البي ار، ازاي البي ار دايما بيبقى قريب من الحدث، ازاي البي ار دايما بيبقى قريب من الديسيجن ميكرز. لازم يبقى فاهم دماغ الديسيجن ميكر، لازم بعرف الديسيجن ميكر ايه يعني القرارات اللي هياخدها، ولازم يبقى مطلع على يعني طرق صنع القرار من المطبخ. فده يعني السمة اللي لازم تبقى متوفرة في البي ار بصفة عامة. فلو جينا مثلا بنتكلم الاحداث المستمرة، امبارح لسه البنك المركزي مطلع قرار، وكان في منصات اعلامية خدت القرار بتاعت البنك المركزي وابتدت يعني على كل القنوات الفضائية والسوشيال ميديا والصحف والمجلات. هو ده شغل البي ار، لما يجي مؤسسة قوية زي البنك المركزي على سبيل المثال تطلع بيان إعلامي. طب احنا عايزين البيان الإعلامي ده يوصل لكل الدنيا، يبقى محتاج يكون في عندك علاقات عامة قوية جدا، تاخد البيان الإعلامي وتتواصل مع الصحف والمجلات، تتواصل مع القنوات الفضائية، تتواصل مع السوشيال ميديا عشان تديها نص القرار. نفس القصة بالظبط، لقينا مجلس الوزراء من كام يوم ابتدى يعمل شوية تعديلات خاصة بالإجراءات الاحترازية عشان يعني وقف انتشار فيروس كورونا، فلقينا كل القنوات الفضائية ولقينا كل الصحف والمجلات والمنصات الإعلامية كلها بتتداول الأخبار بتاعت مجلس الوزراء. نفس القصة بالظبط لو عندك وزارة الصحة أو وزارة النقل أو وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية، هي نفس القصة بالظبط. أنت بيكون في حد عندك بيصنع القرار، وبيكون في حد قريب جدا من صنع القرار اللي هو البي آر، بيعرف حيثيات القرار، بيعرف تبعيات القرار، وبياخد المعلومة بيوصلها لكافة الوسائل الإعلامية اللي يعني الشركة أو الجهة متعاقدة معاها. فطبعا لما بتكلم على الحكومة، فالحكومة بتبقى يعني على تواصل جيد جدا مع الصحافة والإعلام والقنوات الفضائية، عشان هم دول المنصة اللي من خلالها توصل للجمهور. الجمهور بالنسبة لنا هو المواطنين، لو أنا بتكلم على مستوى الدولة أو على مستوى يعني صنع القرار على مستوى الحكومات. فأنا بالنسبة لي مين هم يعني اللي عايز أوصلهم المعلومة؟ الأفراد، الشركات، المواطن البسيط الغلبان اللي قاعد في بيته، أو الراجل المثقف المتعلم، أو الراجل البزنس مان اللي هيختلف معاه وهيفرق معاه القرارات بتاعت البنك المركزي. وبالتالي أنا عايز أوصل المعلومة لكل الناس. عشان كده لو احنا بنتكلم من وجهة نظر الإعلامي المتمرس، لازم توصل لكل واحد بالطريقة اللي هو يفهمها. فلو احنا بنتكلم مثلا ان في فئة بتواصل معاها من خلال السوشيال ميديا عشان كلهم او معظمهم معاهم سمارت فونز ومعاهم فيسبوك اكاونتس ومعاهم اكاونتس على منصات السوشيال ميديا، طب الشخص الغلبان او المواطن البسيط اللي ما عندوش فيسبوك اكاونتس ولا عنده على سبيل المثال يعني سمارت فونز ولا الكلام ده، اوصل له ازاي؟ ابسط حاجة من خلال التلفزيون. فتلاقي بقى القنوات الفضائية المختلفة بقى، سواء بنتكلم على وائل إبراشي بقى، سواء بنتكلم على منى الشاذلي، بنتكلم على عمرو أديب، أو كل يعني المذيعين يعني المحترمين اللي بينقلوا الخبر للناس اللي ما عندهاش سوشيال ميديا أو مش بتتابع السوشيال ميديا. فدول الفئة، وفئة عددهم كبير مش قليل. يعني نرجع مرة تانية، ممكن تلاقي في ناس كبار في السن ما عندهمش حسابات على الفيسبوك، أو ممكن تلاقي في ناس بسطاء ما عندهمش حسابات على الفيسبوك. فدول اوصل لهم ازاي؟ توصل لهم من خلال الجرايد، من خلال الراديو، من خلال البيلبوردز، من خلال القنوات الفضائيه بانواعها المختلفه انصاهم. طيب فهو سريعا الشابتر بيتكلم على هاو تو مانج ا بي ار كامبين، ايه البروسيس بتاعه البي ار. طيب احنا شرحنا مع بعض من اول يوم، قلنا ان البي ار ليه اكتر من ديفينيشن. من ضمن الديفينيشنز اللي احنا قلناها في اول يوم، قلنا ان البي ار از بلاند بيرسيويسيف سوشيال مانجيريال ساينس. الهدف الاساسي ايه؟ ان انا علاقتي قويه جدا مع المانجمنت، علاقتي قويه جدا مع الانترنال بابليكس، علاقتي قويه جدا مع الاكسترنال بابليكس. عشان كده دايما بيقول لك مانجرز انسيست اون ريزلتس،
Best public relations programs measured in achievements, building key relationships. واضح شباب؟ حد عن سؤال؟ الزملاء معانا حد عن سؤال؟ طيب ممتاز ممتاز. اللي عنده سؤال raise your hand او ابعت لنا على الشات او ممكن تشغل المايك تسأل يعني نشوف الاسهل لكم ايه يا شباب. انا برضو نفس ما عملنا المره اللي فاتت اخر 10 دقايق هتكلم على البروجكت وهكلمكم على بعض التعليمات اللي ليها علاقه بالايفالويشن سيستم بس يعني نخليها في اخر المحاضره عشان بس تو سيف تايم. طيب ممتاز ممتاز ممتاز. طيب نكمل. طيب فالكام سلايدز اللي جايين بيتكلم على دور البي ار وعلاقته بالاداره العليا وعلاقته بنقل الاخبار سواء انترنال بابليكس او اكسترنال بابليكس. الهدف احنا زي ما اتفقنا ان انا اقوي علاقتي مع الجمهور. هي دي الموضوع بمنتهى البساطه. ندخل بقى على الجزء الاخر. البي ار ما بيشتغلش بطريقه عشوائيه. البي ار بنحط له بلان وبالتالي كلمه بلان معناها خطه، معناها احنا فين وعايزين نروح فين. فدايما اي بلان بصفة عامة هي إجابة ل 5 W's 2 H's. 5 W's 2 H's يعني 5 W's. في خمس أسئلة بيبتدوا بحرف W's لازم تجاوب عليهم ولازم تستوعبهم صح عشان تعرف تعمل البلان. ونفس القصة في سؤالين بيبتدوا بحرف ال H لازم تجاوب عليهم صح عشان تعرف تعمل بلان. ده الكلام ده أي بلان سواء PR بلان أو marketing بلان أو HR بلان أو financial بلان and so on. طب إيه هم الخمس أسئلة؟ الخمس أسئلة احفظوهم معايا. What, why, who, where, when. خمس أسئلة بيبتدوا بحرف الـ W's. What, why, who, where, and when. يعني ايه الكلام ده؟ رقم واحد what. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل PR campaign لعام 2020 على سبيل المثال، او PR campaign عشان خاطر to cope with كورونا فيروس كرايسيس على سبيل المثال. فكلمه وات معناها انت بتعمل ايه. طب واي بتعمل البي ار كامبين ليه؟ دايما البي ار كامبين بيكون ليها اكتر من اوبجكتيفز. الهدف الاساسي نمبر 1 اللي انا مثلا اعلي الاويرنس في موضوع معين. رقم 2 اللي انا مثلا اطمن الناس ببعض المسجز اللي انا هبعتها لهم. رقم 3 اديهم بعض الانفورميشن ليها علاقه بالموضوع اللي انا بتكلم عنه. رقم 4 اقنعهم مثلا بموضوع معين او بفكره معينه. رقم 5 ممكن اعمل بي ار كامبين عشان اعمل براندنج عشان خاطر المع الشركه كويس، او عشان خاطر مثلا ارد على تساؤلات، او عشان خاطر مثلا في اشاعه معينه فانا بعمل مؤتمر صحفي او عامل بي ار كامبين عشان خاطر اكذب الاشاعه. فممكن يكون في عندي اوبجكتيفز كتيره من البي ار كامبين. فانا من اجابتي للواي هعرف الليست البي ار اوبجكتيفز. على فكره الجزئيه دي مهمه جدا 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 في البروجكت اللي حضراتكم بتعملوه. يعني اصلا البروجكت كله على بعضه عباره عن بي ار بلان. فالنهارده محاضرتنا كلها عن البي ار بلان. فمحاضره النهارده مهمه جدا 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 عشان المشروع. فركزوا معايا. تاني انا بتكلم البلان. دكتور معلش اتفضل. هو حضرتك هتسجل اللكتشر دي؟ الصوت مش واضح. لا اصل انا دخلت متاخر معلش انا لسه داخل. طب انا مش سامع بس الصوت، ممكن تعلي صوتك؟ انا لسه داخل دلوقتي. فهو حضرتك هتسجلها وتبعتها زي اللي أيوة فاتت؟ ايوه يا شباب المحاضره مسجله زي ما احنا متعودين، وان شاء الله تعالى على نهايه المحاضره هبعتها لكم على اليوتيوب تشانل زي ما احنا متعودين ان شاء الله تعالى. يعني احنا حطينا سيستم في الاول الدنيا ما كانتش مستقره بس خلاص احنا ثبتنا السيستم بتاعنا. يعني محاضرتنا كل يوم ميعاد اللكتشر هيبقى ثابت. yes. كل اثنين الساعه 6 يس yes. هنثبت المحاضره بتاعتنا كل اسبوع كل يوم اثنين الساعه 6 دي محاضرتنا الثابته. الحاجه الثانيه ان احنا المحاضره بيبقى جزء منها نظري بنشرح جزء من الماتيريالز. فالنهارده مع شابتر نمبر 5 بعد ما بنخلص الجزء النظري بنبتدي بقى نريفيو لو حد عنده اسئله او نريفيو على الستيتس بتاع البروجكت. وفي الاخر المحاضره كلها مسجله وطبعا بيحصل لها رفع على قناتنا على اليوتيوب، وفي نفس الوقت ببعت لكم الهايبر لينك بحيث اللي فاتوا المحاضره ياخدها. على فكره انا خدت اكسكيوز من دكتور احمد ان الاسبوعين اللي فاتوا
لو في حد يعني ما دخلش معانا المحاضرات الاونلاين مش هنحسب له الاتندنس، بس من اول محاضره النهارده لغايه المحاضرات اللي جايه كلها هناخد الاتندنس اونلاين. طب الاتندنس بالنسبه لي باخده ازاي؟ انا عندي كل واحد منكم وهو بيعمل لوجن على السيشن لازم يكتب اسمه على الزوم، ويا ريت يكون اسم ثنائي او ثلاثي، يا ريت يعني الافضل طبعا عشان يسهل عليا الاتندنس. فانا انا كاتبه بالاي دي، يعني كاتب ما اسمي عنديش والاي دي. مشكله، ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله لو انتوا عايزين تكتبوها بالاي دي او تكتبوها اسم ثنائي او ثلاثي، بس انا في المحاضره نفسها باخد برنت سكرين من الناس اللي حاضرين معايا، والبرنت سكرين ده بعد المحاضره بفرغها في الاتندنس شيت بتاعكم. فده هو ده بالنسبه لي، هو ده الاتندنس. طيب الناس تمام. اللي لاي سبب ما فاتها المحاضره لاي سبب، ممكن يكون عنده انترنت كونكشن ضعيف، ممكن يكون عنده الكهرباء قطعه، ممكن عنده اي حاجه، اي سبب. طيب احنا في نفس الوقت عشان برضو نعوض عليه المحاضره بنرفع المحاضره على اليوتيوب بحيث اللي ما شافهاش لايف يتفرج عليها مسجله من خلال اليوتيوب تشانل معايا. فده اللي احنا متفقين عليه طبقا ل يعني الرولز او القواعد بتاعت الاكاديميه. يبقى تاني ناكد على كل الزملاء اللي حاضرين معانا، المحاضره هتبث في ميعادنا يوم الاثنين الساعه 6 اسبوعيا. رقم 2، المحاضره بيتم تسجيلها على قناه اليوتيوب وهترفع في نفس اليوم اللينك الخاص بالمحاضره، بحيث اللي عنده اي ظرف طارئ ما عرفش يحضر معانا في نفس الوقت يبقى يعني متابع الدنيا رايحه فين. رقم 3، الاسبوعين اللي فاتوا ما خدناش اتندنس، يعني كل الناس سواء اللي حضر او اللي ما حضرش ما خدناش اتندنس. طيب هنبدا الاتندنس من اول الاسبوع ده. طب الاتندنس هعمله ازاي؟ هاخد برنت سكرين من الناس اللي بتحضر معانا اونلاين، وفي نهايه المحاضره هنفرغ الاتندنس شيت بتاع الطلبه عندنا معايا يا شباب. فده بس يعني التعليمات اللي احنا رتبناها مع يعني عميد الكليه ومع رؤساء الاقسام. واضح شباب؟ تمام. طيب نكمل. طيب لما نيجي نعمل بي ار بلان، لما نيجي، حد عنده سؤال تاني؟ شباب حد عنده سؤال تاني؟ طيب هنكمل مع بعض. طيب لما نيجي نعمل بي ار بلان لازم افكر في اربع حاجات اساسيه، الاربع حاجات مكتوبه عندنا في الكونسبشواليزنج بابليك ريليشنز بلان. ايه هم الاربع حاجات الاساسيه؟ رقم 1، بعمل سكان للانفايرمنت. رقم 2، بحدد البيزنس اوبجيكتيف. رقم 3، بحدد البي ار اوبجكتيف اند استراتيجيز. رقم 4، بحدد البي ار بروجرامز. تاني هنقولهم تاني، يبقى بحدد الانفايرمنت، البيزنس اوبجكتيفز، البابليك ريليشنز اوبجكتيفز اند استراتيجيز، واخيرا البابليك ريليشنز بروجرام. طب هنمسك كل واحده من دول نتكلم عنها بشيء من التفصيل. رقم 1 بيتكلم على الانفايرمنت. انفايرمنت بمعنى انت دلوقتي كبي ار بتوصل رساله لاودينس معين او لجمهور معين، لازم رقم 1 تبقى انت فاهم طبيعه الجمهور ده. الجمهور ده بيفكر ازاي؟ الجمهور ده ايه معلوماته عن القضيه؟ الجمهور ده ايه البرسبشن او الادراك بتاعه بالنسبه لموضوع معين؟ عشان لازم تلعب على النقاط دي وانت بتتواصل مع الجمهور. يعني على سبيل المثال لو المستوى بتاع التفكير للبابليكس اللي انت واصل لهم وليكن مثلا بيكلموا بيزنس وايز، وبالتالي لازم وانت بتكلمهم تديهم بقى ارقام، تديهم فيجرز، تديهم احصائيات، تديهم معلومات ليها علاقه بالبيزنس. يعني زي برضو البيان الاعلامي اللي طلعه امبارح البنك المركزي، البيان ده كان في غايه الخطوره. لو حضراتكم بتتابعوا مثلا رئيس البنك المركزي دكتور طارق عامر امبارح وكان بيطلع البيان الاعلامي بيتكلم على الوضع الاقتصادي في البلد والسيوله اللي موجوده في البنوك وحيثيات اتخاذ القرار، واحنا ليه خدنا القرار في الوقت الحالي، وايه مشكلتنا في حته ان نخلي السحب على المكشوف ولا نخلي فيه ليميت للسحوبات. فعايز اقول لكم قرار في غايه الروعه. الناس اللي فاهمه بيزنس، الناس اللي دارسه يعني فاينانشال اناليسز، الناس اللي فاهمه اقتصاد، الناس اللي مذاكره بيزنس، القرار ده فعلا في وقته، والقرار ده فعلا في يعني الطريقه اللي صاغ بيها القرار، الطريقه اللي حصل عليها اويرنس للقطاعات، الطريقه اللي يعني خلي بالك لو عايز يبث رساله طمانينه عشان الناس ما تسحبش فلوسها من البنوك، دي رقم 1. رقم 2، عشان ما يحصلش انهيار للبورصه والقطاعات الماليه والمصرفيه داخل البلد. انت خلي بالك الناس دايما بيبقى عندهم حته الخوف او القلق، فالناس لما بتدخل على المجهول تلاقي دايما ابسط حاجه حط الفلوس في البيت، اسحب الفلوس من البنك وحطها عندي في الخزنه في البيت او خليها جنبي، بحيث لا قدر الله البنوك قفلت، حصل اي ديزاستر، حصل اي كوارث، انا فلوسي تحت.
تحت بيتي يعني، او موجود عندي في الشقه. فده اللي حصل فعلا الفتره اللي فاتت، الناس كلها ابتدت تسحب فلوسها وابتدت تخزن فلوسها في يا اما بقى منتجات، يا اما سلع غذائيه، يا اما ذهب، يا اما يعني عقارات، يا اما اي حاجه عشان بس يبعد عن البنوك. فده ادى لايه؟ ادى ان الثلاث اسابيع اللي فاتت اتسحب من البنك ما يعادل ب 30 مليار جنيه، ده طبقا لتصريحات البنك المركزي، وده رقم مش قليل. لما يحصل عندك يعني كارثه وسحوبات من البنك في 3 اسابيع برقم زي ده، لا دي محتاجه وقفه. فده اللي خلى على طول البنك المركزي على طول راح طلع القرار اللي خاص بيه، يعني الشروط اللي خاصه بالسحب والايداع، سواء بقى على مكن الاي تي امز او سواء على يعني الشبابيك او التيلر داخل البنك. فعايز اقول لكم انا اللي انا استوقفني في الموضوع ده حاجتين: اولا طريقه اداره الازمه، ورقم 2 الجزء اللي خاص بالبابليك ريليشنز. هم دول اكتر 2 استوقفوني وانا بحلل قرار زي كده. فلو احنا بنتكلم من وجهه نظر طريقه اداره الازمه، احنا عندنا الحمد لله الحكومه في الفتره الاخيره عندنا يعني الحمد لله وعي كامل لخطوره الامر، وعندنا وعي كامل للمصالح بتاعت المواطنين، وعندنا يعني عايز اقول لكم خليه نحل فعلا بتدير الازمه، ودي كانت واضحه في اخر يعني اخر شهر في الازمه اللي حصلت. احيانا كان القرار بيتاخر نسبيا شويه، ولكن في فعلا اداره ازمه. فدي رقم 1. رقم 2، انت عندك في قطاعات كتير هتتاثر بالازمه. لو انت بتتكلم مثلا على القطاع الغذائي، لو انت بتتكلم مثلا على قطاع التعليم، لو انت بتتكلم على قطاع الصحه، لو انت بتتكلم على الاستيراد والتصدير، لو انت بتتكلم على قطاع السياحه، فانت عندك في قطاعات كتيره بتتاثر في البزمه، من ضمنها طبعا البورصه. يعني دايما البورصه تعتبر مرايه للاقتصاد، كل ما يبقى الاقتصاد منتعش والاقتصاد قوي كل ما تلاقي البورصه منتعشه وقويه، كل ما تلاقي في ركود في الاقتصاد بتلاقي دايما البورصه هي كمان فيها تهاون، وده اللي حصل الفتره الاخيره. فلما بتلاقي مشاكل عندك في الاقتصاد اوتوماتيك تسمع في البورصه، فاحنا عايزين نطمن المستثمرين في البورصه، فعايزين نبعت لهم كام رساله، عايزين نطمن الناس اللي حاطه ودائعها في البنك، عايزين نطمن الناس مثلا في قطاع الصحه، عايزين نطمن الناس في قطاع التعليم وهكذا. فتلاقي الحكومه يعني بكافه الوزراء، بكافه يعني رجال الدوله اللي شغالين في الحكومه، بيحاولوا قدر المستطاع يطمنوا الناس باستخدام مجموعه من القرارات، بعضها احترازي عشان لا قدر الله يعني البلد ما تقعش في كارثه او يحصل لها انهيار، سواء بقى امني او انهيار اقتصادي او انهيار صحي او غيرها، وبعضها عشان خاطر محدودي الدخل والناس اللي هتتاثر وظائفها، خصوصا عمال اليوميه او الناس اللي يعني متوسطي الدخل او محدودي الدخل، احنا عايزين دول ودول. فده اللي انا كنت ملاحظه اخيرا في القرارات المختلفه اللي الدوله وده على فكره ده برضه على التوازي، العالم كله كده مش في مصر بس. يعني لو ليكم حد مثلا شغال في دول عربيه، لو ليكم حد شغال في دول اوروبيه، لو ليكم حد في امريكا، حد في دول اسيا او غيرها، العالم كله بيتحرك على قدم وساق زي ما احنا بنقول، عشان يعني يا ربنا يعدي الأزمة دي على خير، وبإذن الله بأقل الخسائر بأقل يعني دكتور انا عندي سؤال، اتفضل. او ده توبيك ممكن نستخدمه في البروجكت ده قصدك ولا ايه؟ الشابتر اللي احنا فيه بيتكلم على البي ار مانجمنت، فاحنا التوبيك البروجكت بتاعنا اسمه بي ار بلان، يعني البروجكت بتاعنا اه بي ار تمام. بلان عشان خاطر الكرايسيس زي ما شرحنا بالتفصيل في المحاضرة السابقة. فاحنا عشان كده بقول لكم الشابتر ده اقروه عشان هيفيدكم جدا في البروجكت. الشابتر ده هيفيدكم فعلا في البروجكت. معايا؟ في تو شابترز في الكتاب هيفيدوكم في البروجكت، الشابتر ده اللي انا بتكلم عنه النهارده، والشابتر اللي خاص بالكرايسيس مانجمنت. الشابتر اللي هو تقريبا شابتر 17. فالاثنين دول هيفيدوكم جدا في البروجكت بتاعكم. واضح؟ فانا طبعا كل الشابترز موجوده على الدروب بوكس، وانا بعت لكم اللينك بتاعها. وعلى التوازي موجودة على مودل، وفي نفس الوقت هبعت لكم النهارده التو شابترز دول تحديدا على الواتساب، الشابتر الخاص بالبي ار مانجمنت والشابتر الخاص بالكرايسيس مانجمنت، عشان الاثنين دول هيفيدوكم وانتم بتكتبوا البروجكت. اقروا للمعلوميه، طبعا مفيش امتحانات زي ما انتم عارفين، بس القصه كلها اللي انت لو فاهم يعني ايه بي ار مانجمنت هتعرف تعمل البلان، لو انت فاهم يعني ايه كرايسيس مانجمنت هتعرف تجاوب على الاسئله اللي موجوده. طيب نرجع مرة تانية عشان وقت السيشن. طيب فاحنا كنا بنتكلم مع بعض على 5 W's 2 H's، كنا بنتكلم على what why who يعني مين الأشخاص اللي هيساعدوك في تنفيذ الخطة. ممكن يكون الناس اللي هيساعدوك حد من البي ار تيم، حد من الديسيجن ميكرز، حد من الميديا، حد محتاج فوتوغرافر، محتاج ترانسليتور، محتاج حد يساعدني في
يعني تنفيذ الخطة، هو دي معنى كلمة هو. طيب بعد كده وير، الخطة تتعمل فين؟ ممكن تقولي مثلا أنا هعمل مؤتمر صحفي في الانتر كونتيننتال، أنا هعمل مثلا مؤتمر صحفي في الجونة، هعمل مثلا زي مثلا على سبيل المثال الجونة فيستيفال اللي خاصة بالمهرجان الجونة السينمائي. ممكن تقولي مثلا هعمل المنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، يبقى وير المكان اللي انت هتشتغل عليه في البي ار كامبينز بتاعتك. طيب رقم خمسة وين، امتى؟ وامتى دي مهمة، يعني لو احنا بنتكلم مثلا عن منتدى شباب العالم وليكن مثلا كان في شهر 3، فاحنا على سبيل المثال احنا بنجهز له، او كان شهر 10 تقريبا، فاحنا كنا بنجهز له قبلها بفترة. فكلمة وين معناه امتى هتعمل المؤتمر الصحفي، امتى هتعمل الندوة، امتى هتطلع البيان الاعلامي، امتى هتطلع وتظهر في القنوات الفضائية، امتى امتى وين. فانت لو جاوبت على الخمسة دول هتعرف بعض الحيثيات اللي ليها علاقة بالبي ار. طب اخر سؤالين، هاو اند هاو ماتش، هاو اند هاو ماتش يعني هاو هتعمل الكلام ده ازاي، هاو ماتش هيكلفك كام، وبالتالي لازم يبقى عندك بادجت للبي ار اكتيفيتيز. يبقى من السكاننج الانفايرمنت، من تحديد البيزنس اوبجكتيف، من تحديد البي ار اوبجكتيفز، اخيرا بنوصل للاكشنز البي ار بروجرامز اللي انا هنفذها. فهنا بيشرح بالتفصيل العناصر المختلفه اللي احنا شرحناها. لازم يكون عندك مشكله على اساسها هتعمل بي ار كامبين، او ممكن عندك اوبورتيونيتي من خلالها بتعمل بي ار كامبين. لازم تحدد مين هم الكي بابليكس اللي انت عايز توصل لهم، لازم تحدد الاستراتيجي والتاكتكس اللي انا من خلالها هوصل للناس، الاكشن اللي انا هاخدها، الايفالويشن ازاي اعمل تقييم للبي ار كامبين، ازاي احدد الكي بي ايز او كي بيرفورمانس انديكيتورز، مؤشرات قياس الاداء، وازاي اجمع نتائج، ازاي احلل نتائج، ازاي اطلع توصيات عشان اعرف انا شغال كويس ولا لا. هنا بيتكلم على المين ايتمز في البي ار بلان، ايه بقى العناصر بتاعت البي ار بلان، ودي اللي انتوا هتعملوها فعلا في البروجكت. يعني لما نيجي نتكلم على البروجكت، المفروض البروجكت فيه ايتمز معينه هتتكتب. فرقم واحد بيتكلم اكزيكتيف سامري، اكزيكتيف سامري عن الموضوع، اكزيكتيف سامري عن السيتويشن، اكزيكتيف سامري عن الشركه، عن المؤسسه، عن يعني الموضوع اللي انت هتتكلم عنه. طيب الكوميونيكيشن بروسيس هتوصل للناس بتوعك ازاي، من خلال بقى الصحف، المجلات، الميديا، البيلبوردز، كل دي كلها الكوميونيكيشن بروسيس. طيب الباك جراوند، تتكلم مثلا الباك جراوند بتاعت الشركه، ميبي تتكلم على الميشن والفيجن، الفاليوز الشركه عندها. بنعمل حاجه اسمها سيتويشنال اناليسز، سيتويشنال اناليسز او تحليل الوضع القائم، بحدد الوضع اللي احنا فيه، الفرص والتهديدات، السترينثز والويكنسز، كاننا بنعمل سوات اناليسز بالظبط. فبحدد احنا شطار في ايه، احنا عندنا مشاكل في ايه، الفرص اللي ممكن نقتحمها او يعني نكسبها، او ايه التهديدات اللي بتاثر على البيزنس بتاعنا، الميجور ايشوز اللي انا محتاج اغطيها في البي ار كامبين بتاعتي، المسج ستيتمنت، الرسائل اللي انا عايز اوصلها للجمهور بتاعتي. فلازم احدد ايه الكي مسجز اللي انا من خلالها هحطها في البي ار كامبين، ومن خلالها هوصل للجمهور، مين هم الاودينس بتوعي، من طبيعتهم ازاي، او الكاركترستيك بتاعهم. طبعا حته كونسيومر بيهيفير كده، ممكن اعرف الاودينس دول ايه الديموغرافيكس بتاعهم، الاودينس دول ايه السايكوجرافيكس بتاعهم، الاودينس دول ايه الجيوغرافيك بتاعهم، وهكذا، كحته سيجمنتيشن مع كونسيومر بيهيفير. الكي اودينس مسج اللي انا عايز اوصلها، ازاي انفذ البي ار كامبين بتاعتي. البادجت دي مهمه جدا، اي بي ار كامبين قصاده بادجت. يعني لو هعمل مؤتمر صحفي في فندق، فطبيعي ان انا هاجر قاعه في فندق، طبيعي ان انا هصرف على الكاترينج، على لو في مثلا غدا، لو في مثلا فوتوغرافر هيجي يصور المؤتمر الصحفي، لو في مثلا ميديا، لو فاكيد محتاج فلوس. فالبي ار كامبين لازم في ايتم منها مهم جدا، البادجت اللي انت بتحددها للبي ار كامبين. هاو تو مونيتور اند ايفالويت يور بيرفورمانس، وبالتالي لازم نحدد الكي بيرفورمانس انديكيتورز اللي من خلالها هوصل لتقييم لاداء البي ار كامبين. فهي دي سريعا النقاط اللي انتوا هتعملوها في البحث بتاعكم، او ده اللي هتعملوه في البروجكت. زي ما اتفقنا احنا البروجكت عباره عن تيم وورك، فانتوا هتشتغلوا مع بعض از وان تيم. طبعا كل الكلام ده فيرتشوال، يعني احنا مش هنقابل بعض فعلي، ده احنا هنشتغل ثرو الواتساب، ثرو الميتنج عن طريق زوم زي ما احنا بنعمل دلوقتي. ولكن احنا محتاجين تيم وورك، يا ريت تقسموا نفسيكم، كل واحد ليه جزء في البحث يشتغل عليه، وفي الاخر البحث هيقيم بالمجهود اللي الفريق كله يعني اشتغل عليه. طيب فده سريعا النقاط اللي احنا اتكلمنا عنها.
يبقى انا بعمل بي ار كامبين، وبعد ما بعمل بي ار كامبين ابتدي انفذها وابتدي اقيس اداء الكامبين بتاعتي. طيب هو ده الشابتر. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ هنفتح الاسئله دلوقتي. الو اتفضل دكتور، عندي سؤال. هو معلش، هو اللكتشر دي حضرتك برضو هتنزلها على اليوتيوب زي اخر واحده عشان لو حبيت ارجع لها؟ ايوه يا شباب ان شاء الله تعالى الليكتشر هتنزل على اليوتيوب زيها زي كل الليكتشرز اللي احنا نزلناها قبل كده، فما تقلقوش خالص من الليكتشرز. خلاص انا برضو باكد ان الزملاء اللي داخلين معانا على الواتس. اتفضل، مين عنده سؤال؟ اتفضل، اللي عنده سؤال يسأل يا شباب. هو انا يا دكتور بحط البادجت اكوردنج لايه يعني؟ كويس نورهان، البادجت بصفة عامة أنا بعمل زي كده الديليمترز وبكسر الحاجات اللي أنا محتاجها وعلى أساسها بحسب. يعني على سبيل المثال أنا هعمل مؤتمر صحفي في فندق، فأنا عندي من ضمن الحاجات إيجار القاعة، من ضمن الحاجات لو أنا مثلا هعمل وجبات، لو أنا هعمل كاترينج، لو هنزل مثلا يعني مشروبات للناس اللي عندي. على سبيل المثال لو أنا هجيب مثلا فوتوغرافر، طب الفوتوغرافر ده المانداي بتاعه بكام؟ لو انا مثلا هتواصل مع قنوات فضائيه عشان تغطي لي الحدث، طب القنوات الفضائيه هتكلفني كام؟ يعني معايا؟ يعني بمنتهى البساطه كاني بحسب اليوم ده هيقف عليا بكام؟ لو انا طبعا بتكلم على يوم. طب لو الموضوع اكتر من كده، لو انا بتكلم على منتدى شباب العالم بتاع شرم الشيخ وليكن مثلا خد له اسبوع، ولكن هي القصه مش في اسبوع، القصه ان في ضيوف جايين من بره وبالتالي هنعمل لهم رحلات ترفيهيه، فده هيكلفني فلوس، وليكن هيبقى في مثلا اقامه في فنادق، وليكن هيبقى في ناس شغاله معايا على السوشيال ميديا بدفع لهم فلوس، ناس شغاله معايا مصورين فوتوغرافرز بدفع لهم فلوس. وبالتالي القصه بالنسبه لي مش بس مساله ان انا هعمل الايفنت ده، انا عندي في حاجات كتيره محتاجها. لا ابسط حاجه لو هعمل بيل بورد هتكلفني فلوس، لو هصور اعلان في الميديا في التلفزيون هيكلفني فلوس، لو مثلا هعمل منشط صحفي في جرايد هيكلفني فلوس، وهكذا. معايا نورهان؟ فبالتالي يبقى انت من خلال الاكشن بلان اللي انت عاملها بتحدد كل ايتم هيكلفك كام، كل ايتم هيكلفك كام. وبالتالي لو انا عندي على سبيل المثال هعمل حمله اعلانيه في الجرايد، طب دي هتكلفك كام، هعمل حمله اعلانيه في التلفزيون، هعمل حمله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهكذا. مين عنده سؤال تاني؟ مين عنده سؤال تاني يا شباب؟ طيب البروجكت ان شاء الله تعالى التسليم هيبقى يوم 5 ابريل. التسليم هيبقى يوم 5 ابريل. خلاص؟ يعني احنا النهارده 30 مارس باذن الله تعالى، يوم 5 ابريل هيبقى يوم الحد القادم، فانتوا قدامكم اسبوع، حاولوا بقى تخلصوا كل حاجه في اسبوع تسلموني البروجكت. طيب التسليم هيبقى على ايه؟ هيبقى على موديل، ده رقم واحد، هترفعوا كل شغلكم على موديل. طب لو في حد عنده مشكله في موديل يعني كباك اب او بلان بي هتبعت لي على الايميل، فالايميل بتاعي هبعته لكم في الواتساب، وانا اوريدي كنت كاتبه في ال 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 البحث البروجكت. معايا يا شباب؟ فانا هبعت لكم الميل على الواتساب والميل مكتوب في البروجكت، بس ده بلان بي، يعني بلان ايه اللي احنا هنبعت في موديل طبقا للاتفاق. اوريدي انا دفعت لكم الاساينمنت على موديل وهنسبميت على موديل. طيب ان كيس لو موديل لاي سبب في مشكله لاي سبب ما عرفتوش تدخلوا على موديل، خلاص يبقى بلان بي هنرفع الحاجه على الايميل وتبعته لي من خلال الايميل. طبعا انا عايز ميل لكل جروب، مش عايز كل الطلبه تبعت، يعني كل جروب بيبقى ليه حد ادمن، الادمن ده هو اللي هيبعت باسم الجروب. وطبعا التقييم لكل الناس واحد، فما تقلقوش من التقييم، يعني الادمن مش هياخد فلوس اكتر، مش هياخد درجات اكتر من الطلبه، لا زيه زي الطلبه بالظبط. هو طبعا فولنتير كادمن، ولكن الطلبه كلها هتقيم زي بعض. فلو البروجكت يستحق مثلا فول مارك كلكم هتاخدوا فول مارك، الادمن والطلبه العاديه. ونفس القصه بالظبط لو يستحق درجه اقل كلكم هتاخدوا نفس الدرجه. عشان كده اشتغلوا از تيم وورك، ما تشتغلوش بس انديفيدوالز، ودي النقطه اللي انا باكد عليها. على قد ما تقدروا اشتغلوا تيم وورك عشان ده تقييم المجموعه كلها، مش تقييم الادمن ولا تقييم فرد بعينه. اتفضل اتفضلي يا نورهان. في الايفالويت ايه الكرايتيريا اللي احط عليها؟ طيب اولا الكرايتيريا الكونتنت اللي احنا قلناه او الاوتلاينز تكون ملتزم بيه.
يبقى احنا انا مديكم في البروجكت جايد لاينز، مديكم في البروجكت اوت لاينز، فرقم واحد الاوت لاينز اللي احنا قلناه تكون ملتزم بيه، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه طبعا as much as you can بالنسبه للاناليسز، يعني انا حتى اديتكم مثال، قلت لكم مثلا المثال اللي احنا كنا بنتكلم عنه على كورونا فيروس، فعلى قد ما تقدر بقى بتعمل ديب اناليسز، على قد ما تقدر بتطلع احصائيات، بتطلع اخبار، على قد ما تقدر بتعمل يعني حاجات فيجوالز، دي كلها تفرق معاك في التقييم. يعني مثلا لو انت عامل ديزاين مثلا لبيل بورد هتحطها للناس توعيه، لو انت مثلا عامل على سبيل المثال لو انت عامل مثلا للناس يعني مثلا حاجه على الفيسبوك، حاجه برنت اوت، حاجه مثلا اخبار في الجرايد او في المجلات، دي كلها بالنسبه لي ادد فاليو. يعني نرجع مره تانية، البي ار بيوصل لكل الجمهور، فلما يكون عندي مشكله زي كورونا فيروس انا عايز اوصل لكل الشعب، وبالتالي ممكن اوصلهم من خلال الجرايد، من خلال الانترنت، من خلال الواتساب، من خلال الفيسبوك وهكذا. فكل ما تقدم لي حاجات فيجوالز فيجوالز اكتر، كل ما ده بالنسبه لي افضل. الحاجه التانية المهمه جدا الكونتنت اللي هو المحتوى بقى بتاع البي ار بلان الكومبريهنسيف بتاع الخطه، الخطه نفسها تكون متكامله، يعني انت مبين بقى الكي مسج الصح، مبين مين هم الستيك هولدرز اللي انا عايز اوصل لهم، مبين على سبيل المثال البادجت عامل لها يعني بريك داون صح اند سو اون. اتفضل اتفضلي نورهان، عندك سؤال؟ لا كده تمام. طيب حد عنده سؤال يا شباب؟ طب يا دكتور معلش اتفضل يا محمد. دلوقتي انا كنت قايل لحضرتك ان انا هعمله لوحدي عشان بس حضرتك ما عنديش مشكله خالص، ما عنديش مشكله طبعا يا شباب. يعني لو في واحد عامل بروجكت غير لو خمسه، فطبيعي ان مثلا لو واحد عامل بروجكت هيبقى التقييم على قد واحد، لو خمسه عاملين البروجكت هيبقى التقييم على قد خمسه. انا المره اللي فاتت قلت لكم هنفتح الموضوع بدل ما اربعه هيبقوا خمسه، يعني والطلبه اللي كانت طالبه كده، فاحنا الماكسيمم نمبر بتاعنا بتاع الجروبس هيبقى خمسه، خمسه بير جروب. طيب الحاجه الثانيه لو واحد عايز يعمل البروجكت لوحده انا ما عنديش مشكله، والتقييم هيبقى على قد واحد، يعني طبعا الايفورتس اللي هيبذله واحد غير الايفورتس اللي هيبذله خمسه. فطبيعي جدا لو واحد مثلا بنسبه 60 70% عمل البروجكت ممكن ياخد الفول مارك عشان هو لوحده، بس لو خمسه بنسبه 60 70% الايفورتس لا مش هياخدوا الفول مارك عشان دول خمسه. فاهمين يا شباب؟ فطبعا التقييم على قد عدد الناس اللي شغاله في المشروع، دي من ضمن يعني الكرايتيريا اللي هتتاخد في الاعتبار واحنا بنقيم الدرجه. مين عنده سؤال تاني؟ دكتور اتفضل يا محمد. انا عندي سؤال بالنسبه للكاردف، الاسسمنت بتبقى عامله ازاي؟ وغالبا انا هشتغل لوحدي. طيب كاردف قصه تانية، هيبقى نفس الريكويرمنتس ولا بص بالنسبه للكاردف، بالنسبه للكاردف اولا الريكويرمنتس اللي انا قايلها للزمالك هي واحده بس، انتوا بالنسبه لكم هيبقى ده فاينل بروجكت مش ميد تيرم. الميد تيرم انا هبعته لكم النهارده يعني على 100 درجه. ثانيه واحده يا شباب، بالنسبه لكاردف الثلاثه الزملاء بتوع كاردف وانت وصل لهم بالنيابه عني يا محمد، بالنسبه لكاردف ال يعني الكرايتيريا بتاعه الايفالويشن هتبقى غير الناس العاديه. اولا ده هيبقى بالنسبه لك فاينل بروجكت مش ميد تيرم، دي رقم واحد. رقم اتنين الميد تيرم بالنسبه لك هتبقى كيس ستادي، وهبعت لكم الكيس ستادي النهارده على الواتساب بالنسبه لكاردف فقط، هيجاوبوا الكيس ستادي ويبعتوها لي. بالنسبه للبي ار بلان هتبقى فاينل بروجكت مش ميد تيرم، ده طبقا لتعليمات كاردف. يعني السبمشن بتاعها مش هيبقى يوم خمسه؟ لا انتوا بالنسبه لكم مش يوم حد، انتوا في الاسبوع التاسع يا محمد، احنا لسه في السابع دلوقتي، لسه قدامكم اسبوعين، يعني انت هيبقى الاسبوع اللي بعد اللي جاي. السابع ولا في الثامن؟ لا ما هو في اسبوع وقع مننا اللي هو كان اول اسبوع اللي الدكاتره علقوا فيه الدراسه، قال لك الاسبوع ده هيقع من الحسابات كلها. فاحنا دلوقتي نعتبر في السابع مش في الثامن. يعني بالنسبه لك انت يا محمد هيبقى أوكي. او انت والزملاء بتوع كاردف يعني التسليم بتاعك هيبقى يوم 12، وانا هبعت لكم النهارده الـ يعني الاساينمنت بتاعكم انتوا كاردف بس عشان ما تتلخبطوش مع باقي الناس. اتفضل يا يوسف بسرعه، قدامك اقل من دقيقه يا يوسف، اتفضل. طب يا دكتور بعد ما نخلص كل الحاجات دي هنعمل ايه بقى؟ يعني بعد ما نخلص البروجكت ما لسه في 12 ولسه في فاينل يا شباب، انتوا مستعجلين على ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم على السابع. احنا لسه دلوقتي الاسبوع السابع بس. فالاسبوع السابع كله على بعض 30 درجه. لسه قدامنا ال 12 عليه 20 ولسه قدامنا الفاينل عليه 40. طب دكتور هو ما فيش جوجل كلاس روم؟ لا جوجل كلاس روم لا، احنا شغالين على زوم ريم. الباوربوينت يا دكتور سبمشن مع برضه الهارد كوبي ولا ايه؟ يس يس يا شباب يس. ماشي.
شريف يعني حضرتك شغال على مودل بس؟ يس مودل مع الزوم مع الدروب بوكس عليه المواد نفسها. انا هضطر اوقف عشان السيشن هتخلص شباب. يلا جود لك، لو في حاجه نكمل على الواتساب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.